السلام عليكم خويا سيدي علي، واش راك؟ شوي لاباس؟ والله رحمة ربي خويا عمر، تراك مليح. والله بيا الحمد لله خويا العزيز، مرحبا بك سيدي علي، شرفتنا. الله يسلمك خويا العزيز، ربي يحفظك، شرف لينا. قبل ما نبدا وصلي على النبي خاوتي، خويا سيدي علي وين راك عايش؟ راني في ألمانيا دروك يا عمر. ألمانيا يا خويا، ايش دي ألمانيا يا خويا، خويا خويا سيدي علي، احكي لنا كيفاش هاد ألمانيا هذه، باين حكاية بلقانية. حكاية بلغانية يا عمار خويا. أنا بالضبط، قبل ما نبدأ عمار حكايتي، كنت في الجيش، كنت عسكري قبل، خدمت 4 سنين في الجزائر. أيا كي كنت في العسكر كنت نتبع حكايات كيفاش تاع البلقان، نتبع ندخل عندك نشوف لي لايف تاعك. انا ما قبل ما ندخل ديجا كانت عندي الفكره باش نحرق. كملت، المهم كملت العقد تاعي، خرجت قدمت فيزا على تركيا. الاولى خويا عمار ما قبلوها ليش، طوني روفي. الو، والله قدمت الاخرى، ما وثائق ناقصين، ايه وقت ناقصين. وثائق ناقصين. عاود قدمت الثانية عند واحد ربي يبارك، خدم لي مليح، هي عطاوني الحمد لله. هاي بيان. قعدت كي خرجت من العسكر، قعدت واحد الشهرين هكا. فوت رمضان، فوتو في البلاد، فوت رمضان. هي من بعد ديسيديت باش نروح، شريت بيه وقلعت اسطنبول. وصلت اسطنبول خويا عمر، ما طولتش فيها بزاف خويا عمر. اسطنبول قعدت فيها 12 يوم. وقول لي كي لحقت اسطنبول، من رحت كي لحقت المطار، واش درت واش ما درتش، احكي لنا هذوك ال ديماريت من عنابة، اها انا نسكن في تيرت، ديماريت من عنابة على خاطر البي كان شوية رخيص على عنابة. ديماريت من عنابة وصلت لاسطنبول. وصلت لاسطنبول، ما فاهم فيها والو خويا عمار. والله ما فاهم حاجة، طلعت انا على ربي. توا كنت نتفرج شوية، كنت ندي معلومات فيديوهات هكا. تلاقيت مع واحد باتني، كان عنده واحد صاحبه، كان ديجا كان راسل له عنوان باش يروح للبيت شبابي، قال لي نروحوا في رحبان كرو. قلت له اوكي ما كاش مشكل. رحت انا وياه، هبطنا في مطار صبيحة، عاود رحنا الاقصاراي، لحقنا الاقصاراي فما قعدنا مريحين حتى لحقنا الصباح. انا على كل حال صباح ما كان سنينا الترونسبور حتى بدا يمشي. ركبنا رحنا سكننا في اكشيم سيتي، في زيتون بورنو في اسطنبول. سكننا في ذيك بيت شبابي، تلاقيت مع الناس ربي يبارك ما شاء الله خويا عمار، تلاقيت مع الناس ربي يبارك ما شاء الله، يعني الحمد لله. الحمد لله. ايوا المهم انا كنت نفكر اخويا عمار باش ما ندور، كنت مديسيدي باش ما نطولش خويا عمار في الطرق. كنت باغي نسيي زهري انا، يعني زعما كنت باغي نسيي زهري، يا جات يا خابت. اي صوت الجماعة متفاهمين في الدار الشبابي، كانوا 4 من الناس. قال لك انا احنا نخرجوا منا قالوا لي تخرج معنا. قلت لهم اوكي ما كاش مشكل نخرج معاكم. اي قلعنا، دانا خطاف، وصلونا حنايا. كنا 5 ديجا، ركبنا في لوطو، جانا الخطاف حتى عند باب الدار خويا عمار. اوه والله لا، جانا الخطاف حتى عند الدار، بيام بالظبط، بيام بيضاء. بيام والله لا بيام اخويا عمار، رحمة. رحنا بالتقلاش خويا عمار. اوه ايوا رحنا، وديجا كانوا ناس واحد اخرين ثاني، كانوا ناس واحد اخرين ديجا كانوا باغيين يخرجوا، ما كناش غير احنا 5 مرات، كانوا ثاني الوطا واحد اخرين باش نتحطوا في نفس النقطة ونمشوا مع الريبيري. ذاك الريبيري وصلنا حتى للشباك برك، من نقطة احنا ضربنا على النقطة يقولوا لها حمزة بيلي يا اخويا عمار، باك تسمع بيها. ضربنا من نقطة حمزة بيلي، وصلنا الخطاف هذاك، وصلنا الصباح نشفاه،
وصلنا قبل ما وصلنا كان كاين براج، هبطنا هبطنا قالنا روحوا، هو قالنا روحوا هبطوا منا على الواد، نعدت لنا الطريق باش نخرجوا قدامه زعما نيفيتو البراج، هو يقارعنا من الجهة الأخرى اللي من هنا. حنا توضرنا ما كناش نعرفوا خويا عمار، أول خطرة راك تعرف. صح. هبطنا نمشو نمشو الصباح، نمشو 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 نمشو، لقينا واحد الواد غلطنا، جينا رايحين منا، ومن بعدها حتى ما كاش كيفاش دوكا، ما هملتنا الطريق ما عرفناش كيفاش منين. عيطنا للسيد قلنا له يا ودي حنايا رانا ما الخطاف راه هبطنا، احنا كنا احنا حسبناه راح الخطاف خاطش يديروها اخويا عمار، صح. الخطاف يهبطك يقول لك انفيتي الباراج ويهرب، ايه يديروها يديروها بزاف هذو. احنا قلنا راح، هي عيطنا للسيد قلنا يا ودي راه مقارعكم في الجهه الاخرى قاعد يقيدي فينا، كاينه واحد الابليكاسيون يقيديك ديجا تبعث له تا نقطه وين راك هو يقول لك وين تروح يقيديك. قيد انا بالتليفون حتى خرجنا في الجروب كاع واحد اخر كاع ثاني تسنى في هذا كله الشجر اخويا عمار تاع نوار الشمس هذاك تاع الطويل هذاك، هذا يعطيك الصحه يعطيك الصحه. حنايا تخبينا فما قعدنا تلاقينا كاع جروب واحد اخر كانوا واقيلا واقيلا، حنا كنا كومبلي خويا عمار، كي لحقنا حنا خمسه، حنا كنا نحسبوا رواحنا غير حنا خمسه، كي لحقنا لقينا رواحنا باللي رانا 18 واحد، بلال 18 واقيلا ولا 15 والله ما شفيت اخويا عمار. ام عندي فيديوهات خويا عمار من بعد نرسلهم لك بريف. اي ركبنا هذوك الجماعه اللي جاو الخطاف تاعهم واحد هرب عليهم هبطهم وهرب، اي ما لقاوش كيفاش يديروا ركبوا قام معانا في ديك البي ام. اني نقول لك اخويا عمار شغل ركبنا واحد فوق واحد، ديجا واحد فوق واحد، انا واحد قعد لي على رجلين نقول لك ما جينا نوصلوا وانا حسيت رجلي ماتت صاي. اوه قد هزنا كاع هذا كاع هزنا في البيام هذيك خاطش ما كاش كيف يخلي الجماعة، هزنا كاع باش يزيد يكمل بينا الطريق. انا رجلي ديجا ماتت ما جيت نوصل، ديجا رجلي صرتها ميتة هبط ديجا هذه الاولى مازال ما رجلي ديجا، انا قلت خفت، انا قلت بالك ما بالك ما قدرش نمشي بالك، ديجا مازال عندنا طريق نمشوها. هبطنا هو قبل الشباك بواحد 10 كيلو ولا زدنا دخلنا في الغابة نمشو 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 نمشو، لحقنا حتى قربنا للشباك مليح، قربنا للشباك مليح وريحنا ريحنا، هي نورمالمون نضربوا الشباك خويا عمار مع الستة، من الستة تاع العشية للسبعة خويا عمار، هنايا كانت دورية تبدل، هذا هو المومول اللي نضربوا فيه باسكو الدورية ما كاش، من الستة للسبعة ما كاش دورية تقدر تضرب، وأمام طول الكاميرا الحرارية ما تشدكش راه مازال ما طاحت الظلمة سما فيها وقت وين تضرب. حنا قلنا يا نضربوا ستة تاع العشية، كنا دايرين حساب بلي نضربوا ستة تاع العشية خويا عمار، راح ريحنا حنا يا ريحنا جروب، راح السيد اللي قطع الشباك راحوا زوج ولا ثلاثة باش يقطعوا الشباك بالسيزاي، كي قطعوا الشباك جا كام، هما رجعوا دخلوا للغابة جا كاميو تاع العسكر وقف عند الثقبة اللي قطعوها، سما حصلنا ما كاش كيفاش ديجا فاتت، هو حنا روطار هو دار ديجا دار روطار الريبيري دار روطار الريبيري اللي قطع لنا الشباك زعما، هو ديجا دار روطار قعد خايف، هو قعد يعصف في الدورية، وهو الوقت اللي تفوت فيه الدورية من الستة للسبعة نورمالمون يضرب، هو عنده ذيك الوقت نورمالمون اللي يقطع فيه، هو قاعد يستنى دار الروطار حتى ولا تقريبا السبعة بس راح يقطع في الشباك، كي جا الكاميو تاع العسكر خويا عمار شاف الثقبة عاود رجعنا حنايا بتنا فما صاي بتنا في ذيك الغار الصباح، درنا قلنا حنا الصباح نعاودو نزيدو الصباح على ستة تاع الصباح نروحو نقطعو الشباك ونضربو على ستة تاع الصباح، لحقت ستة تاع الصباح بتنا، المهم نضنا واحد نضنا قيس الخمسة هاكا الخمسة فطنا اللي كنا ديجا الماء بدا يكملنا خويا عمار، كنا في مومو تاع صيف الماء ديجا بدا يكملنا ولازم نقتصدو في الماء،
راني جايك في الحكاية تاع الماء ديجا مشكلة ولي الماء. سيدي علي العولة الريفي تايم واش ديتو معاكم؟ دينا معانا التمر، دينا معانا الزبيب والماء. هي نورمالمون نكثروا الماء، احنا ما كثرناش الماء. نورمالمون هي تنقص الماكلة وتكثر الماء. لوليتا يعطيك الصحة. احنا دينا الزبيب والتمر، دينا الكوفريت راك تعرف، سوا شيكولا ديك نوتيلا، شوية شوية باش ما تموتش. وصاي ايوه الحاجة اللي تشد لك زعما. المهم كلينا اخويا عمار، صباح فطرنا كلينا شوية شوية هكا، ايا دي مارينا. رجعنا للثقبة اللي قطعناها البارح. جانا نوضنا الصباح، رجعنا للثقبة اللي قطعناها البارح. راح الاول الحق حتى عند الشباك، كي طل من الثقبة هما خلاوها اخويا عمار، خلاوها فخ، ما بلعوهاش ثقبة، خلاوها فخ. وكانت لوندرو، كانت ديجا اللوطو تاع لا بوليس، تاع الجندارم، تاع بلغاريا، مقاريه عند الثقبه من مورا الشباك اللي يدخل يحكمه. كي راح طر الاول، صاب اللوطو تاع العسكر مقاريه. عاود رجع خويا عمار قالنا باللي راه كاين لوطو تاع معسكر فما مقاريه، كيف نديرو كيف نديرو كيف نديرو. واحد يقول لك نروح، واحد يقول لك نروح ومن نقطعوا ثقبه واحده اخرى. دوك تفارقنا اخويا عمار، قعدت انايا انا وخمسه اصحابي، انا وخمسه قعدنا من جهه الثقبه. المهم جبدنا وقعدنا دايرينها قدامنا بواحد 200 متر ولا ونشوفوا فيها. من جهه الثقبه الاولى اللي قطعناها، وجماعه الاخرين راحوا من الجهه اللي من هي، كانوا فيها مغاربه جزيريه، راحوا من الجهه اللي راحوا من الجهه اللي من هي قطعوا ثقبه. وانا اخويا عمار كنت نخدم، انا كنت في البلاد، كنت نخدم في الحدود. سمع عندك خبره، عندي شويه داي شويه كشغل، داي نظره شويه. كنت نخدم من جهه الحدود تاع ليبيا، وكاع عندي داي شويه نظره على الحدود والحراقه راك تعرف. كي قطعوا الشباك الجهه اللي من هي، شافوهم هذو اللي منا اللي كانوا عمقارين عند الثقبة الأولى، ديماراو ليهم. أنا سمعت اللوطو كيف ديمارات، قعدنا مريحين وساقرين ما كاش الحس. سمعت اللوطو وسمعت الرصاص تيراو في السما، أقسم بالله خويا عمار تيراو في السما. ما على باليش أنا ربي ولا ما والله ما على بالي خويا عمار كيفاه جاتني في راسي. شف كي سمعت الرصاص، ماشي كان بالك كاين واحد يخاف يهاب، بصح انا كي سمعت الرصاص خسرت ديريكت لصحابي، قلت لهم جماعة هذه هي لوكازيو، ديماري ديريكت للثقبة هذه. عرفتهم باللي هما اللي ديماروا الاخرين، تما ضربت لهم في ظهرهم خويا عمار. تما هما راحوا لجماعة اخرين وانتم هما راحوا للجماعة الاخرين، انا ضربت في ظهرهم. أيوة. جريت للثقبة، طليت ما كاش لوندروفيل، دخلت ساكودو ثقبة صغيرة شوي، دخلت ساكودو ودخلت. خسرت مورايا جماعة اللي كانوا من مورايا، قلت لهم ارواحوا، كانوا جايين ديجا من مورايا. انا يا من الخلعه اخويا عمار، كانت الكاميرا اون فاس ليا في الشباك، يديروا كاميرات. مي شفت الكاميرا وكاع ديماري، دخلت الغابه وبديت نجري. كانوا عندي النقاط ديجا في المابس خويا عمار، ديماريت الغابه وبديت نجري. سما صحابي ما على باليش لا جاو مورايا ما جاوش مورايا، بديت نجري برك، نجري 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 نجري، وريحت. صدت واحد الشجر هكا، دخلت تحت واحد الشجره، صدت ساكوشاج خويا عمار، ريحت حداها وقعدت نتصنت لصحابي نسمع اسكو راهم جايين ما جايين. ما كان والو، ما سمعت والو، لقيت روحي وحدي خويا عمار. وهم جماعه اصحابي ما على باليش وين راحوا. دوك نحكي لك كيف صرا لهم جماعه اصحابي. دخلت خويا عمار، كملت في المشي انايا، بديت نمشي وحدي، قبضت المابس كيما هكا قدامي وبديت نمشي. كان عندي باور بانك، كان عندي الماكله الماء، كان عندي كل شيء خويا عمار باش نكمل رحله وحدي، داير حسابي لي. بديت نمشي خويا عمار، ما على باليش كاع واش راه صاري. بديت نمشي 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 نتبع في المابس، نمشي نتبع في المابس. قدمت شويه خويا عمار، لقيت شباك صغير هكا، ماشي شباك كبير، شباك واحد اخر صغير ثاني فوتو.
فتو كملت خويا عمار، مشيت بالك واحد 10 كيلو هكا 7 كيلو خويا عمار، واحد 10 كيلو هكا ولا ريحت الروبوزي. ديجا كيف الطريق اخويا عمار نمشي، شنو نلقى خويا عمار؟ الاولى لقيت ساكو شارج، زدت انا مديتش معايا ساكو شارج، زدت مشيت شويه خويا عمار لقيت باور بانك 5000 مشارجيه. باور بانك اقسم بالله باور بانك 5000 مشارجيه، درتها في ساكو دو قدمت خش الحراق اللي قايسينهم حاكمينهم قايسين. زدت والما كان ما عنديش خويا عمار، كان عندي كان باقيت لي قرعه تاع ما، ومازال لي طريق طويله، ما بغيتش انا عطشان بصح ما بغيتش نشرب عم اخويا عمار، قلت انا حتى نعطش مليح. مشيت خويا عمار شنو نلقى قدامي؟ والله يا خويا عمار سبحان الله، نلقى قدامي قرعه ماء بارده. شفت خويا عمار من ذاك العطش حليت ديك القرعه، طحت على ركابيه وبديت نشرب. هو عطشان ميت خويا عمار. هو سيدي علي مرات يديروا مفخ هذوك عمار. هو انا مرات بصح لا غالب كي تولي الماء قادر، الماء هو اللي يطيحك، كاين بزاف اللي يطيحهم الماء. صح. هما واش يديروا خويا عمار؟ يروحوا يقرعوا لك عند البلاصه اللي فيها الماء، يديروا لك امبيسكات عند البلاصه اللي فيها الماء، واد ولا عين ولا، يعرفوا باللي حرقه يعاد شو يروحوا يشربوا. كاين شحال من واحد طيحوهم عند الماء. صح. يا خويا عمار المهم مشيت شويه، زدت مشيت ريحت عند واحد الشجر واحد الغابه، ريحت قعدت مريح حتى نسمع في الحس، حس تاع الشجر كي شت كيفاش يمشوا طرحك طرحك طرحك، قعدت نتصنت ونشوف شن نلقى خويا عمار. شت الجماعه اللي هذوك اللي راحوا من هنا قطعوا في الشباك الاخر الجهه اللي من هنا، شحال فات منهم من واحد اخويا عمار؟ فاتوا اربعه، ثلاثة مغاربة اللي قطع الشباك، هو اللي هو قطع الشباك ودخل، وفات منهم فاتوا منهم زوج، واحد من بجاية، كانوا أربعة ثلاثة مغاربة واحد من بجاية، تلاقيت بهم في الطريق. سلام علي شولي من الطريق من بعيد رحت ليهم، وأنا فرحت خويا عمار. ديجا في الطريق كي تمشي وحدك ديكوتي خويا عمار، يجيك الخوف الرفاقة، ومشي الخوف الرفاقة مليحة خويا عمار. بيان سور تقصر راك فاهم صديق، وانت يكمل لك الماتسيب عند صاحبك تترفدو. صح. اي يا خويا عمار تلاقيت بهم، كيفاش راكم قعدنا نحكو، قعدت نحكي لهم انا كيفاش صرالي، قالوا لي صحابك الاخرين، قلت لهم ما على باليش، هما صحابي الاخرين كيفاش صرا لهم خويا عمار؟ هما دخلوا مشاو طيحوهم بالكلاب. انا من بعد حتى من بعد كي وصلت لبلغاريا وحكيت في التليفون باش عرفت باللي طيحوهم صحابي كيما راهم طيحوهم، كنت انا السادس وهما كانوا خمسه، طيحوهم في خمسه راهم في البلاد درك، ربي يفرج عليهم ان شاء الله. اوه هبطوهم راهم في البلاد مساكين، ردوهم ديبور. كان واحد من باتنا وواحد مسكي من ميلا، وواحد من سعيده، ذاك تاع سعيده مازال في الطرق مازال ما هبطوش، وكان واحد ثاني تزيري، واحد اخر معاك كان معنا واحد اخر تزيري. اي اخويا عمار كملنا قلت لك طريقنا، نمشو كان واحد النقطه يقولوا لها نقطه سبعه عمار، النقطه هذه صعيبه بزاف، هذه تقطعها في الليل اخويا عمار، كاين بزاف الناس طاحت في النقطة سبعة هذه يا خويا عمار. هذه النقطة سبعة صعيبة، لازم تقطعها في الليل، في النهار هذه ما في النهار يطيحوك 100% خويا عمار. علاه؟ شكون هذه محسوسة خويا عمار؟ مازالت قريب للحدود راك ما بعدش بزاف خويا عمار. محسوسة بلغار عسينها بزاف ديك النقطة سبعة. طريق شغل طريق هي جاية طريق هكا. طريق تدي الحمزة بيلي ديك شغل دخل ما بين بلغاريا وتركيا، يفوتوا معها السيميات يفوتوا معها. حنا قربنا لهذه النقطة سبعة ودخلنا لواحد الواد تحت واحد الشجر، رقدنا في النهار كومبلي من الزوج حنا قاعدين فما حتى 12 تاع الليل خويا عمار، حتى 12 تاع الليل وغير مسوسين
شوف الفوق الدرون يا ودي. تخيلوا قال الدرون. نصمتوا نسمعوا كلب نتوسوسوا نسمعوا قولوا بالك راهم جابوا الكلاب. والله لا قعدنا واحد توسويسه عمار. هذه خويا حمزه خويا ماشي ما عندهاش بزاف هذه غير مورا رمضان هذا تاع السنه مورا العيد العيد هذا مورا العيد الكبير خويا عمار العيد الكبير هذا تاع السنه اللي فات. جديده من موراها بالك بواحد سيمانه ولا ضربت. هذه في 2024 هذه جديده يعني ما عنديش بزاف انا ملي لحقت الالماني. عندي بالك عندي بالك واحد شهرين ملي لحقت شهر ونص هكا ولا. خوتي اسمعوا وتفهموا خوتي اسمعوا وتفهموا احنا رانا نحكيو مانيش حاب نقطعوا من فضلكم. واش قال سيدي علي اسمعوا خوتي وتفهموا الحكايه انا وما على باليش اكذاب انت اللي واش راك تخمم انت راه في مخي بصح يجي وقتها ونطرح السؤال على الاخ انكم ما قدكش تهربوا لنا على الاحداث وراك فاهم. اي قلت لك خويا عمار قعدنا قعدنا توسويس هذاك نسمعوا كلب نسمعوا نتوسوس. المهم انا في الليل تشوف الضوء في السماء درون هي طياره واحد يقول لك درون. اي المهم خويا عمار 12 تاع الليل كي لحقت 12 تاع الليل قدمنا للطريق نمشوا بشويه وكنا عطشانين ما كانش عندنا الماء عمار كان باقي لنا شويه كنا شنديروا عمار نديروا غير شويه تاع ما باش نبلوا ريقنا برك سبحان الله. والله كان حكمنا العطش نيشان عمار كان معنا واحد قبايلي مسكين يعطش بزاف خويا عمار شويه يضموا ندي الماء يقعد يقول لي يا عمار انا مريحين يقول لي تخيل دروك واحده كوكا بارده. اسمع فكرتني في واحد الحكايه تاع واحد ما نذكرش الولايه حرق مع جماعه ومن بعد بقات له قرعه ريد بول جماعه راح تموت بالعطش السيد قال لهم ريد بول قال لهم حتى انا نلحق لافيش. يا ودي خويا عمار تبان لك القرعه تاع قال لك راح نموتوا بالعطش السيد عنده قرعه ريد بول حاب يجي يديرهم قال لهم يشربوها قال لهم حتى نلحقوا لافيل ومن بعد السيد كي لحق لافيل داب هو بريد بول تهبطوا للبلاد. والله يا في الصيف يا طريق البلقان خويا عمار في الشتاء في الشتاء في الشتاء عندك مشكل تاع البرد وفي الصيف عندك المشكل تاع العطش سخانة. يا عمار لحقنا لهذيك كاين مورا لوطوروت كاين مورا لوطوروت كاين واحد الشلال صغير سما حنايا عندنا نقطعوا الطريق هذيك نلقاو الماء كنا على بالنا باللي راح نلقاو الماء كنا عطشانين بزاف اخويا عمار قدمنا بشويه الطريق نمشوا بشويه والشوك خويا عمار ثقبنا الشوك هذاك الشجر اللي فيه الشوك يا ودي معاناه خويا عمار اقسم بالله لا ثقبنا في يدينا قام مجرحين هاك نمشوا خويا عمار قطعنا الطريق خوينا الطريق بالواحد نقطعوا بالواحد نخوى طريق صاي كي تخوى طريق مليح 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 يقطع واحد يجري عاوتاني دوز يامي تخوى طريق مليح يقطع واحد يجري قطعنا كاع وقدمنا للماء لحقنا للماء عمار عبرك ولينا نعمر وشرب عمر وشرب عمر وشرب تنفخنا بالماء نعمة كثرنا بزاف الماء شربنا بزاف وثقلنا شربنا بزاف الماء ثقلنا ها هي وعمرنا الماء تاعنا مليح مليح عمرنا القرع كل واحد عمر زوج قرع هذاك شنو جايبين خويا عمار كاين واحد الاخرين جايبين قرع صغار هذوك صغار انا كنت جايب زوج قرع كبار تاع اطرا ونص هذوك مليح هذوك تعمرهم ثلاث اطرات مليحه بصح الصغار هذوك خويا عمار هذوك ننصح بهم باللي ما يجيبوهمش معاهم في الطريق شكون صغير هذيك بالخف تكمل مش كيما الكبيرة. يا خويا عمار عمرنا الماء وبدينا دخلنا لواحد الجبل يا عمار هاكا عالي وغابة نقول لك دخلت انا على الوحدة تاع الليل دخلني على الوحدة تاع الليل
بالك خويا عمار حلوف ما يدخلهاش هذيك الغابه، يا ربي اقسم بالله. ومشيناها في الليل هذيك، وشغل مشي جايه غابه نورمال مسرحه، تمشي مسرح جايه طلعه هبطه اخويا عمار، تطلع 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 من بعد تجي هابط، تجي هابط ومن بعد تهبط كاع لتحت، تهبط للواد ومن بعد تبقى طالع ذيك الطلعه، عذاب. نمشو نمشو نمشو، لحقنا قريب لواحد الطريق ثاني باش نقطعوها، اي شفنا بدي شفنا الضو سينيالي، وهي درون خويا عمار والله، الضو الضو كما كاي سينيالي. اي كان معنا، كنا قلت لك كنا احنا ثلاثه مغاربه والبجاوي وانايا، كنا خمسه. ولا يقول لك هذاك المغربي، ولا يقولنا يا ودي لا ماشي درون هذيك وهذيك ماشي درون. قلت له خويا خويا انا راني ضارب تماره، قلت له خويا لا راك طيح روح خويا، ماني شادك انايا، نبعت لك خويا من النقاط عندك وروح تمشى، انا مانيش باغي نطيح، انا ماني يعني نرتب روحي غير بشويه ونرتب روحي، انا مانيش غاصب نرزل روحي ونلحق خير من اللي نخسبها ونعشي طايح. ريحنا، المهم ريحنا واحد الساعة أخويا عمار، واحد الساعة هكا رقدنا كاع، كنا تعبانين رقدنا شوية. من بعد نوضني صاحبي، نوضني قال لي راه ما كان والو، قعدنا نشوفوا في السماء، دخلنا تحت الشجر قعدنا نشوفوا في السماء ما كاش هذيك الضو، كنا مازال ديجا قراب للحدادة. أيا قدمنا مشينا 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 مشينا، نلحقوا لواحد الواد كان كنا لازم نلحقوا، كان لازم علينا نلحقوا لواحد الواد خويا عمار باش نقطعوه. مشينا هذاك الليل لي كومبلي حتى الصباح، قربنا لهذاك الواد، باقي لنا ذاك الواد باقي لنا كيلو، وهذاك الواد لازم نقطعوه في الليل خويا عمار، شكون فيه الصياد هذاك الواد، لازم هو من الاحسن تقطعوه في النهار لا دي بو يطيحوك يا عمار. جبناها في واحد في واحد قدمنا في واحد، دبرنا بلاصه مليحه، وكنا ديجا تعبانين صباح هذه مع الصباح هي، قلنا نرقدوا، رقدنا نهار كومبلي خويا عمار وحنا راقدين باش نطيحوا الليل باش نفوتوا الواد. يسمى تربدوا في النهار وتمشيو في الليل غابه، هي دي فوا كي تكون كاينه غابه تمشيو في النهار خويا عمار، بصح كي تولي نقطه حساسه خويا عمار لازم نفوتوها في الليل، نقطه حساسه صح قادر تفوتها في النهار يطيحوك شكون ماك تشوفها. كي لحق الليل خويا عم مغرب خويا عمار دي مارينا الشوك خويا عمار، ما عرفناش من كيف هو الواد قريب لينا بكيلو بصح ما غابوا راح كاع الشوك، امبوسيبل باش تلحق للواد هذا، تسمى لازم تحوس على طريق باش تلحق للواد. بالك هذاك الواد كيلو هذاك درنا فيه بالك واحد ساعتين ولا باش لحقنا للواد، اللي جرنا نحوسو غير على الطريق الشوك خويا عمار، مع اللي كرهنا الطريق، انا وليت كرهت خويا عمار، وليت كي نشوف الشوك انفيت الخطرة الاولى وليت نصدم، ومن بعد كي ولا صاي ثقبني الشوك كرهت ذيك الطريق تاع الشوك كرهتها، وليت انفيتي في الشوك. المهم انفيتينا الشوك خويا عمار، لحقنا للواد، اروح انت وقطع الواد، اروح توصي منين تقطع الواد النقطة منين تقطع الواد. ما جينا خويا عمار ديجا صعيب قلقنا، وديجا راه كمل لنا الماء عمار، كمل الماء ذاك اللي عمرناه قبل راه كمل، كملنا مع ذاك الماء وزدنا عطشنا. والواد انا الماء ماشي مليح خويا، الماء ذاك اللي عمرناه مش الليل خويا عمار ماشي مليح، فيه الريحه، فيه الريحه وينشفك، يزيد ينشفك كي تشرب منه تحس القرجومه تاعك نشفت، يزيد ينشفك خويا عمار. ايه لا هو كان معلومه، هو الانسان كيكون عطشان بزاف ويشرب بزاف يزيد يعطش اكثر من اللي كان عطشان، ما على بالك بخف يزيد يعطش اكثر، يعطيك الصحه يزيد يعطش يسمى الانسان خاطر تكون عطشان بزاف اشرب كميه قليله ومن بعد 10 دقائق اشرب نورمال باش تبقى يعطيك الصحه. ايوه يعطيك الصحه اخويا عم. المهم واحد ذاك قبالي طاح، المهم راني جايك في الحكايه. نمشو نمشو نمشو، دخلنا في واحد العباد الشمس، نمشو 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 باش لحقنا للواد هذا، ما عرفناش منين قعدنا غير ندورو عند الواد خويا عمار، ما عرفناش منين نقطعو.
جايه واحد الدخله اقسم بالله جامي في حياتي شت كيما هكا يا اخويا، جايه واحد الدخله كيما صغيره، هي يبان لك شجر نورمال تتحسب، بصح كي تدخل داخل تصيبها وادي لتحت، تصيب واحد الشجر هذاك تصيبه عالي عالي، وتدخل انت تحت الواد هذاك، وتعاود ما تجي تخرج ما كاش مبلع غابه مشبكه ما تقدرش تخرج منها عمار، ما تقدرش تخرج يعني تجبد تعيط تجبد في الشوك ما تقدرش تخرج. نعاود نرجعو، وذاك القبائلي هذاك كان معنا واحد قبائلي طاح من العطش، وهذاك المغربي واش يقول لي عمار، يقول لي ورينا النقطة ولا يقول لي خاص كنت انا نمشي بهم في المرسى اخويا عمار، ولا يقول لي ورينا النقطة منين نقطعو، وانا يا رجعت ليه صايم هي نورمالمون تهدر بشوية، بصح انا من ذاك التقلق والستريس تاع العطش وكاع يحكمك ستريس خويا عمار، رجعت ليه وليت نعيط عليه قلت له صاحبك طايح وتحوس انت منين تخرج، منين تخرج قلت له كيف صاحبك طايح باغي يموت، قلت له انت تحوس على النقطة باش تروح تكمل الطريق، قلت له سما كون نطيح انا ولا هذا، قلت له تسمح فينا نورمال في الغابة هذا خبيث داروا ليه كاع جماعة هذوك داروا كاع ليه سكت كي درنا كاع ليه، قلت له انا ديجا تقلقت انا قلت له هاك التليفون هاك النقاط، قلت له روح نبعث لك النقاط، كانت عندنا كان واحد كان عنده كونيكسيون، قلت له روح نبعث لك النقاط وروح وحدك، هي سكت هو ما يعرفش المابس ما سكت، هي لقينا دخلنا لقينا الدخلة خويا عمار، على بالك كي لقيت الدخلة تاع الماء انا لحقت ديريكت الماء وليت نشرب ونقيس على وجهي خويا عمار، شفت كي نرفد كيما قبيدية نشرب ونشمخ وجهي، وليت نقول لي لا الله محمد رسول الله، عطشت صح خويا عمار راح نموت اقسم بالله، عمرنا القروح ثاني ريحنا عند الواد، ريحنا عند الواد، عندنا مريحين عندنا مريح ونشوف في الماء، انا مريح ونشوف والله العظيم مريح وقاعد نشوف في الماء، كيما شربنا مليح ريحنا مليح، هيا بدينا نعين شغل نكونتاكتو في جماعه اللي فاتوا قبلنا مع هذه الطريق، قلنا لهم النقطه كيف ما عرفناش كيف نقطعوا الواد، هي قال لك كاينه كاين قال لك كاينه نقطه وين الواد مقسوم تقدر تقطعه، هو واد عريض خويا عمار ماشي واد صغير زعما واد عريض، اي خويا عمار عيطنا في التليفون قالنا واحد قالنا يا ودي شوفوا كاين دروج روحوا للسد، كاين هو سد هذاك السد ومن بعد يجي هو من، قال لك كاين دروج اطلع مع الدروج نورمال تلقاو راجل كبير تفوتك شغل الواد مع دايرين قنطره، بصح هذيك القنطره رايحك شغل ما تصفيه المياه ولا ما على باليش خويا عمر، دخلنا لهذيك البلاصه قال لك تلقاو راجل كبير اللي ما يهدرش معاكم فوتوا، حنا ما لقيناش ذاك الراجل الكبير، حنا دخلنا صلنا كلب جاي ينبح علينا قايسناه وفوتنا نجرو، لقينا شباك طلعنا معاه صوتينا الشباك وقلعنا خويا عمر قطعنا الواد صايب، باقي لنا 16 كيلو على الفيلاج اللي نقطعوا منه باش نروحوا للخرملي، باش نروحوا للخرملي، وهاك الواد مليح الشراب ولا شرب وصاي على الزهر، هذاك الواد ثاني كيف كيف فيه الريحه عمار، لا فيه الريحه مش مليح مش مليح عمار، وكان بزاف حكمتهم الجرثومة المعده في الشرب المياه يعني صح فيه الريحه وكي تشربوا ما ترواش عمار تولي تزيد تعطش انت ما دامك على بالك هو الناموس والذبان يحط البويضه تبعو ثم في الواد باش تشربهم انت اللي دير لك تسمم، هو اصلا عمار سد هذاك سد اصلا سد هذاك هو شغل ما نقولوا باراج عمار يمشي يعطيك الصحة باراج هو شغل جاي سد كبير بعد جاي هذيك تاع التصفية ولا ما على باليش ومن بعد يمشي مع الواد كومبلي، اي قطعناه خويا عمار قطعنا ذاك الواد تمشينا قبضنا صايد دروك قطعنا الواد، كان الليل كانت واقيلا 12 ونص تاع الليل هكا، شاولت الطريق عندنا دروك خويا عمار صايم ما كاش غابة و دروك عندنا طريق نمشو بيستا قودرو خاطش باقي لنا 16 كيلو على الفيلاج اللي نقطعو منه، مشينا وبدينا قلنا لازم نجيبوها اليوم خاص فهمنا قلنا خاطي لازم نجيبوها اليوم بسكو علاه هذاك الفيلاج كاين هو فيلاج صغير كاين بيس واحد درموش يقولوا له عيطوا له الدرموش عما يديماري هذاك الدرموش كاين درموش واحد من ذاك الفيلاج
يدي ماري على 6:30 تاع الصباح، ما يزيدش يعاود يدي يخرج واحد اخر حتى من الغدوه هذاك باش يخرج واحد اخر على 6:30. تما لازم نلحقوا حنايا الصباح قبل 6:30 باش نقلعوا باش نلحقوا الخرملين نضمنوا باه ما يرجعوناش لتركيا. كي تلحق الخرملي صاي تضمن باللي ما ترجعش لتركيا صاي، خاش فيها كام خرملي. بدينا نمشوا خويا عمار، نمشوا في الطريق، نمشوا كنلقاو لوطو، نجروا نجروا نقيسوا رواحنا في الحشيش نتخبوا. تفوت هذيك مزيه مش عامره الطريق، شغل مين ذاك باش تفوت لوطو. نمشوا 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 كي تولي جايه لوطو نقيسوا رواحنا، في خطرة عباد شمس، خطرة بحيرة حدا الطريق، خطرة يا عمار قلت لك. بدينا نمشوا 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 نمشوا، دخلنا الفيلاج الاول صغير، فيلاج الاول صغير، فتناه في الوسط خويا عمر، ما ايفيتيناه ما والو، دخلناه في الفيلاج في الوسط خرجناه ديريكت، زدنا كملنا في فيلاج دوزيام دخلناه في الوسط. هما فيلاجات صغار جايين حدا بعضهم خويا عمر. واسكو والسكان هذوك يشوفوا فيكم كي تفوتوا كي لا خويا عمار، هذاك في بلغاريا في فيلاجات صغار خويا عمار، كي تولي الوحده ونص تاع الليل ولا الوحده ولا تسيب حتى واحد برا، الناس قاعد تدخل ديارها بالك، ما كاش ما قليل بالك تسيب واحد بركه سهر عند الدار وبركه شعل الضوء هكا وتفوت نورمال. كنا نفوتو عادي ريسكين عليها. ايا نمشو خويا عمار، المهم نمشو 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 نروبوزو شويه، كي نعياو نروبوزو شويه. ما تكيفناش الدخان كاع في الغابه خويا عمار، بشكو علاه خفنا، قلنا نتكيفو قارو في الغابة نشمو يطيحو علينا كفاه. حتى بدينا نمشو في الطريق باش شعلنا تكيفنا قارو، هذه رانا ضاربين بالك واحد طرواجور خويا عمار، مشي طرواجور هذه بالك واحد طرواجور هذه مشي. يا لحقنا خويا عمار لهذاك الفيلاج، لحقنا ليه على 6:30 5:30 خويا عمار هاك 5:30 الستة. بدلنا قشنا قبل ما ندخلوا الفيلاج، بدلنا قشنا، كنا جايبين لانجات، بدلنا كاع، بدلنا بسنا باسكيت اديداس جديدة، سروال جديد، تريكو جديد، تمسح بلانجات، دير شوية راك فاهم، تنقي روحك شوية وتقلع ساكودو وتقيسو باش تكوف روحك في البيسة عادي شغل، ما تروحش بقشك كيما باينه يطيحك باينه حرك صح، باش تروح تقطع لازم تكوف روحك في البيس، تلبس مليح راك فاهم عمار، لازم تلبس تبان نظيف مش يعطيك ساعه تبان نظيف با ما يدوهاش فيك خويا عمار، راح تركب في الكار محمد يعطيك ساعه راك راح تركب مع الناس وصديب يكون بوليس فما عادي في مزيه 6 تاع الصباح ما كان والو، ما كان لا بوليس لا والو خويا عمار. اي قلنا نتفركتو، حنا كنا خمسة، كنا نتفارقوا ثلاثة يروحوا وحدهم وزوج يروحوا وحدهم، حنا ما كان حنا كنا غالطين في النقطة تاع البلاصة اللي قطعوا منها انا وصاحبي مغربي يعني، وهذوك ثلاثة اللي كانوا معنا صحابي كانوا على بالهم بالنقطة وين، سمحنا غلطنا رحنا لبلاصة واحدة أخرى. إيه. خرجوا البيس هما راحوا ركبوا وحنا خرج علينا البيس راح ما حكمناش. وقعدنا ندورو في ديك الفيلاج، الناس قاعد تشوف فينا عمار، باينين حركة اقسم بالله، يدورو كيما كا يقعدو يشوفو فيك، يتلايمو ربعة خمسة يقعدو يشوفو فيك كيما كي يهضرو. انا نتوسوس نقول دوك عيطونا للدولة عاود هبطنا عيطو في التليفون، صاحبي اذا كان عنده الانترنت عيط في التليفون الجماعة قالوا رسلنا النقطة وين، رجعنا رحنا لوين ركبوا، قال لك يا خويا ما كاش تخرج غير كار واحد، يخرج بيس واحد بركة ما كاش من بعده. رجعنا خويا عمار البلاصة اللي كنا فيها وسط لافيل هذيك في الوسط، يجي واحد قاعد نحكي معاه انايا بالانجلي، انا ما احكيش مليح انجلي شوية نسلك خويا عمار. قال لك كاين واحد يوصلكم هناك شغل كلونديست، كان فما مريح فما، قال لك زوج، قلت له شحال؟ قال لك زوج 20 لواحد 40 ليفا، هو بروفيتا فينا خويا عمار، هي نورمالمون ما يديناش ب 40 ليفا بصح نورمال، حنا قلنا المهم نلحقوا الخرملي، عطيناه 40 ليفا، انا ما كانش عندي، عطاها له صاحبي المغربي، عطاها له 40 ليفا كان رافد مع الدراهم.
طالوا 40 ليفا دانا في اللوطو وصلنا، وصلنا الخرم اللي انا ما كنت باغي نبصم في بلغاريا مزيه، ما بصمتش في بلغاريا وانا كنت خايف من البصمه تاع بلغاريا ماشي مليحه اخويا عمار. هذا اللي دانا وني هبطنا اخويا عمار، هبطني عند الكامب في خرم اللي والله انا قلت بالك راه دينا للدوله ولا هبطت فتحت الباب هربت ديرك. خليت صاحبي في اللوطو خلص فيه صاحبي نورمال على نيتو مسكين قاعد يهضر معاه يوري له في التليفون وما على باليش يدي عليه في نيميرو ولا يوري له في نقطه تاع التراول ما على باليش. وانا صاحبي نعيط نقول له بدي اروح اروح على عندك كامب، وكانوا لا بوليس واحد الزوج ولا واقفين ليه. جا قلت له خويا عيط جا المغربي ذاك صاحبي قلت له ماكش تشوفي لا بوليس، قلت له راه جابنا عند الكامب هذا. قال لي لا، قال لي كنت لنا، قال لي كنت لنا، قال لي كنت نهضر معاه باه يوصلنا لاكار تاع الترا. قلت له ارواح معليش، قلت له كون سقسوك شي واحد عربي وصلنا يورينا لاكار تاع الترا. هدرنا مع اصحابنا عيط لهم في التليفون بعثوا لنا النقطه رحنا ليهم لقيناهم يتسناو في مريحين في واحد الجاردة. قلنا لهم وين تيديماري الترا صوفيا باه نقطعوا ديريكت صوفيا اخويا عمار. قال لك يديماري على الربعة ونص العشية. قعدنا نتسناو مريحين 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 حتى للربعة ونص العشية يا اخويا عمار. ديمارينا لحقنا اللاكار في تاع خرملي، ركبنا ديريكت هي في خرملي تركب فترة باش تخلص يديك كونترول تخلصو فما ويعطيك تيكي. هذه حاجة مليحة، خرملي تدخل تروح تشري تيكي داخل. ركبنا فترة اخويا عمار طلع بينا خلصناه صاي تهنينا من تركيا. صوفيا دي جاي لا حكموك في صوفيا صاي بصموك في صوفيا نورمال، المهم راك صاي ايفيتي تركيا تهنيت منها. داني داني نو على باليش على رايت. المهم خويا عمار لحقنا صوفيا، لحقنا صوفيا مع الليل في الليل لحقنا صوفيا. نتلاقاو مع واحد سوري اخويا عمار، قالنا انتوما هما جماعه دوك راحوا للحراك اخويا عمار متفاهمين مع واحد، ديجا ديجا معايتين متفاهمين مع واحد صحابنا متفاهمين مع واحد باش يروحوا للدار ياكلوا عنده ويديهم خطاف يوصلهم للحدود تاع سربيا. حنا ما كانش عندنا درام خويا عمار انا وصاحبي المغربي هذا، هي تما تفارقنا في صوفيا تفارقنا، هما هبطوا في بلاصه وحنا هبطنا في بلاصه. حنا والو هبطنا ناشفين خويا عمار ما كاين لا دراهم لا والو. قد ايه جبت معاك من البلاد؟ والله يا خويا عمار انا كي لحقت لاسطنبول كانت عندي 300 اورو في اسطنبول، صرفت منها ديجا 200 تاع الخطاف، ديجا راني رايح ديجا بقيت لي 100 وصلت بها مصروفه صاي كملوا دراهم. ديجا رايح ديجا كي لحقت صوفيا ما عنديش دراهم صاي كملوا لي دراهم، وصاحبي ثاني ما عندوش دراهم. يا خويا عمار هبطنا نبداو نسقسو في واحد السوري، قلنا له يا ودي كيفا كيفا؟ قالنا ماكمش مبصمين دوك يحكمكم الدوله في اي فيراج يحكمكم الدوله. قالنا يدوكم ديريكت، قالنا يدوكم ديريكت للكامب تضربوا 20 يوم ويبصموكم. يا ودي كيفا نديرو؟ قلنا نوريكم بلاصه روحوا لشارع العرب في صوفيا، معروف اخويا عمار شارع العرب عندهم شارع حسن العرب ثانيتهم يعطيك الصحة. كاين واحد الشارع شي يعيطوا له الشارع العرب، فيه كاع العرب حالين فما دايرين دايرين فاتحين فيه العرب، فيه العرب بزاف. اي ورانا هو جابنا ورانا قلنا هذا الشارع العرب شوفوا كش ما واحد يقدر يعاونكم كش ما احنا ما عندنا وين نبات وما عندنا وين نروحوا. وكان ذاك النهار كان طيح الشتا خويا عمار. اي خويا عمار نمشو شوف ربي لقانا بزوج قسنطينيه. السلام عليكم. سلام. قلنا شكم ديروا وكي راكم منين راكم جايين؟ قلنا لهم خوتي انا دورنا لحقنا ماكمش مبصمين. قلنا لهم ماناش مبصمين. قلنا حرزوا روحكم يحكموكم. قلنا شارع العرب محروق ما تدوروش هنا. قلنا قلنا جو هنا يرفدوكم ديريكت. ايا قلنا كيف نديروا؟ قلنا نعطيكم واحد النقطه تاع خربه روحوا بيتوا فيها تخبيو فيها بلا ما سقطتوا اموراتكم. خربة دي جاية في وسط واحد الجاردة أخويا عمار، ماشي جاية برا، جاية في وسط غير مورا شارع العرب. تمشي شوية على شارع العرب تلقى واحد الجاردة كاينة واحد الخربة فما
لحقنا اخويا عمار ثاني النقطة، مشيت لحقنا ذيك الخربة اخويا عمار، ندورو منا ما عرفناش داخلة منين، ندورو ندورو ندورو، فايحة عمار فايحة، حشاك فيها ريحة، حشاك ريحة البول، حشاكم حشاك بالكم خاوتي، يعني نقول لك فايحة، يجوا ليها الجوان كيتشكوا لي بارد. هو هذه الخرب اللي تلقاها في نص لافي تلقاها هكذا خامجة. يعطيك الصحة. المهم ما كاش كيفاش عمار، لازم لازم تدرك راسك وصاي، ما عندكش وين تروح، تروح تبات في جاردة يحكموك لا بوليس. وهي لا هي فيها دروج اخويا عمار، هي مشي لتحت فايحة، ومن بعد انا لقيت الدروج، طلعت مع الدروج، زدت طلعت مع الجهة الاخرى، طليت القاضي وجماعة مجمعين فما، يعني يهضروا بالعربية الجزائرية. لحقت ديريكت قعدت نسمع في الهضرة، سمعت هضرة الجزائرية، وفراش مفرشين شغل وين خربة مفرشين دايرين كراتين، وكاين مطارح وكاع ومريقلين هذيك الخربة اخويا عم. ديجا فاتوا عليها شحال من واحد، هم يعرفوها بالك، الناس اللي فات على ذيك الطريق في صوفيا يعرفها الخربة هذه. السلام عليكم. سلام. قلت لهم خالتي راني انا وصاحبي لا تقدروا، قال لنا مرحبا روحوا، قال لنا روحوا. كانوا هما كانوا ربعة أخويا عمار، كانوا ربعة، كانوا غير كيما لحقوا هما ثاني، وراو لهم الخربة وجاو باتوا فيها. أيا لحقنا دبرنا كراطين ستفناهم حذاهم، المهم سلك وصاي عمار كراطين، وين تتحط راسك وصاي، دير ساكودو على ظهرك ولا كاش حاجة ولا ساكوشة ولا على راسك، وترقد خير ملي ترقد برا الشتا طيح عليك. صح، حتى يطلع النهار وصل. يا يعطيك الصحة. طولت في هذيك الخربة أخويا عمار، ضربت فيها سيمانة أنا هذيك الخربة والله، ما أنا كانش ضربت فيها زعما تما بعيدة يعني، ولا طلعت بيت فيها. ما كاش ضربت فيها سيمانة. أنا نقول لك كيف الحكاية كيف صرات عمار، أنا ضربنا فما لا ضربت فيها 5 أيام ولا 6 أيام هكا. أيا جماعة كيما كنا مريحين دخلنا، المهم كانوا هما ربعة. نهار تجمعت أنا قعدنا مجمعين معاهم، كان واحد فيهم مسكين يقولوا عبده مسكين، حكموه الداخل في حكموه الداخل في الليد العمار. يسرق حكموه في الليد ديريكت لك عم عمار، كان معانا ديجا قوس واحد معانا عمار، وهذا ما هو والسرق هذا هل تعرف عمار؟ تعرف تيكولاو يا ودي حاوزي كامل غلطنا كي جا الغربة، كامل غلطنا ما كانش غلط خالص. لا لا قلت انا راني كي نسمع حوايج هذو من عم نفكر في غزال ويسرقوا لنا. لا لا عمار تغلط تغلط، ما كاش كي تولي في الطريق هذه تشوف ما كاش كيفاه، ما عندكش لازم ما غالب ما كاش كيفاه، جوع ما عندكش ما كاينش اللي يشوف فيك، يا تعيش يا تموت، تولي تحارب الدنيا هذه. يعطيك الصحة عمار الله غالب. تولي وحش مو ايه ايا داو نقصوا واحد منا، ايا وزوج كانوا معانا دابزوا في بعضهم، احنا ما كانش عندنا دراهم خويا عمار. خويا ربي شو ربي كيفاه يجيب لك يسالي يا ربي، ما فهمنا والله سبحان الله. خويا عمار انا ما عنديش دراهم، صاحبي ما عندوش دراهم، ضروري هذوك جماعه اللي لقيناهم قدامنا تناشعوا فيه في بعضهم، زوج تناشعوا في بعضهم مع عمار. اي قول لي، وهذاك اللي سرق يعني كيفاش احتفقتوا باللي حكموه؟ كيف عمار هذاك صاحبكم اللي سرق هذاك من الليل؟ اه كيف فقتلوا باللي حكموه؟ ايه دروك كانوا معاه جماعة الداخل، هو دروك في الخارجة طار عليه شت عمار السيكيريتي يلحق لك جامد. ديريك يبوزي لك كارتة. اول شيء ثم يقول لك تبعنا، لا يا قادر بغلطة، شو غلطة اخويا عمار، غلطة اخويا عمار، تسيب روحك لازم تحرز روحك مليح اخويا عمار. صح ايام مهمة. المهم خويا عمار ذوك زوج تناشعوا، زوج صحابنا تناشعوا مع بعض،
هي قال لك انا نخرج، قالوا لي جا ذاك الجيري يقولوا له امين، راه دروك راه فيا، راه ثاني راه في المان، تحيه ليه من هذا المنبر. قلت لك تناشع هو وهذا صاحبنا واحد اللي كانوا مع اللي لقيناهم تناشعوا في رحبه، جاوا مع بعضهم اخويا عمار يا عبدو من عيد الملك يا عودي يا هذا راه كان في السيستم خوتي. انا جميل لهم واحد دي. انا جميل لهم، انا جميل لهم واحد يسرق في الغربه خوتي. لا غالب لا لا، امين من امين من الجزائر، امين من الجزائر ماشي بسيدي. المهم جزائري مي لا غتقدرت عليه، ما عندوش دراهم، ما كاينش اللي يبعث له مسكين. واش يدير خوتي يتبشر الانسان غير يخلي روحه يموت؟ لا غالب، لا غالب ما عندهمش. دروك دروك درناها عمار، ما منش نقول لك، حتى انا وبلا نقول لك درتها، ما نكذبش عليك عمار. ايه درناها كامل. كان مو ما كاش عمار، لازم تدخل تدبر راسك. لا غالب تجيب تجيب عشاك، ما كاش كيفاش تحتم اخويا، مش راح ديك تحتم خويا عمار. ذا الوقت تدخل بلاد ما واحد ما تعرفوش فيها، دوكا ما تقدرش، ما كاش كيفاش عمار. لازم نزلت لك امور ديال لامان بمحتم. ما دروك ماكش داي حاجه كيما نقولوا، حاجه ماكش داي تليفون ولا داي حاجه زعما يعطيك ساعه تاع ماكله، قادر قادر هذاك ريسيبك دايها بالك يخلصها لك كاع. اسمع نقول لك روح، اسمع لو كان يروح يسرق الماكله ولا يسرق الريحه ولا تليفون من جيب تاع الناس، ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف، يعطيك الساعه عمار. وهذه طريق مسكين جابر.